انا تحت امركم. قول له ما يزعلش بقى، ما عرفناش نوصل له لحد ما قابلناك. خد يا اخويا اهو، اديني جبت الفلوس، اشتري له اكله حلوه وسجاير وحط له فلوس في امانات السجن. حاضر. حلاوتك يا موس، انا اتفقت مع الماستر ان انا هروح لعم علي بكره الصبح على طول. يا اخويا ما تنساش تقول له اني خفت اروح الزياره، لا تكون متراقبه ولا حاجه. لا ما تقلقيش، علي بيفهم وبقدر برضه اللي احنا فيه. يا سلام عليك يا ست فتون، اصيله والله. امال ايه، راجلي وبحبه. وتروح تسجل اسمك قبل ما عاد الزياره، معلش هتصحى بدري. اوامر. خليك كلمني من المحمول لما تبقى هناك. المؤاخذه سؤال، يعني هو جوزك ما يعرفش الامل اللي انتوا فيها مش كده؟ يا حسره، وهيعرف منين؟ قول له انت بقى يا عطو، قول له احنا عملنا خميره حلوه ومستنينه يطلع بالسلامه. اوامر. بقول لك ايه؟ تحط عينك في وسط راسك، انت رايح للحكومه نفسها، هتلاقي ناس راميه ودناها وكلام من ده، ركز الله يكرمك، وانت حلاق قد الدنيا وفاهم. علم ونافس. شكله هيعك الدنيا. لا انا واثق فيه، هيودينا في داهية ان شاء الله ان شاء الله. والبيت ده كبير قوي كده ليه؟ هتحسدنا ولا ايه؟ انا بقالي ربع ساعة بتمشى. انما ايه المكان الجميل ده يا باشا؟ عشان تنبسط حبيبي يا باشا. هجيب لك كاس؟ لا يا باشا عفيني، انا ماليش في الخمره. ما تجيبلوش حاجة. عسليه سعيد ثابت محكوم عليها ب10 سنين سجن في قضيه تعدد ازواج، وبطاقتها من سجل مدني ملاقوا العيله. راحة بس، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده من غير جنان لو سمحت؟ متجوزه ايه؟ متجوزه مين يا باشا؟ انا ما اعرفش، بيظهر على الكمبيوتر الحكم بس، اي حد هيجي يستلم الفيش هيتمسك. انت متأكد؟ متأكد يا باشا، انا عارف. انا بقول لك ايه، خد دول. ايه دول يا مختار بيه؟ ده ما ينفعوش خالص يا سيدي. دول اللي معايا دلوقتي، هبقى اجيب لك تاني بعدين. يا باشا في 4 شبكوا معايا في الحكايه دي، 2 موظفين معايا في المكتب طبعا غير امين الشرطه اللي كان بيدور على كمبيوتر الداخليه، غير العبد لله. يا سيدي لو 100 نفر هنراضيهم كلهم. ياه، هي عسلية دي مهمة عندك قوي كده يا باشا؟ مش عندي انا بس. يلا انستنى. ماشي يا باشا، انا معاك يا باشا. ماشي، سلامة. كريم سمر، تأمرني بأي حاجة تانية؟ أنا ماشي. ماشي، رايحة فين يا فردوس؟ أنا قلت لحضرتك أنا بكرة إجازة. معلش أنا نسيت، اتفضلي. ماشي، عن إذنك. قولي لي، إيه داليا فين؟ داليا في أوضتها، هي تقريباً كده نايمة، أصحى لك؟ لا ماشي. ماشي، بعد إذنك. اتفضلي. هات لي الدرينك بتاعي يا نور. تحت أمرك يا مستر. شكرا. الو، ازيك يا معلم، عامل ايه؟ بقول لك ايه، انا محتاج منك خدمه ضروري. عايزك تسالي على واحده كده يعني تهمني. لا اسال اخوك. هبعت لك كل حاجه في الاس ام اس. ماشي، مستنيك.
سلام. هات الحساب يا مينا. طبعا مش هترد يا مختار، عارفك. انتي نمتي ولا ايه؟ لا لا لا، انا في الاوضه ما خرجتش. لا لا ما تخضيش، انا كويس. لا طبعا مش مكسل اجي عندك ولا حاجه، انا بس مش عايز ازعجك، بس في نفس الوقت كان نفسي اسمع صوتك قبل ما انام. يعني ha ha ha.